السلام عليكم، شو معكم مايوبو. طبعا شباب، هذا الفيديو فيديو حزين، مش عارف كيف راح اسوي هذا الفيديو اصلا. مشاعري مش قادر. طبعا الكل بيعرف انه نزلت مودرن وورفير او كول اوف ديوتي مودرن وورفير بيتا، نزلت ولعبناها وشفنا الجيم بلاي وكل شيء. طبعا ما قدرناش نشوف اللعب بالسكين، بس حسب ما احنا شايفين حاليا انه اذا جبت كل في السكين في هاي اللعبه فهو بيعمل زي انيميشن للكل. فهذا سبب صدمة عند محبين السكاكين زيي. يعني الكل بيعرف ان انا عندي كثير من المشاعر لسلاح السكين، يعني كان جزء كبير من لعبي ومن قناتي. يعني هذا اشي محزن. بكل بساطة هذا الفيديو راح يكون فيديو وداع لواحد من افضل الاسلحة، مش بس البوليستيك نايف، كل السكاكين في اللعبة، على امل انها عن جد في مودرن وورفير يخلون نقدر نلعب فيهم بالشكل الطبيعي. المهم يلا نلعب. يعني انا من زمان ما لعبت هاللعبة، فبدأت اكون فاشل. ايش هذا السكين؟ ايش الجرافيكس هيك؟ يعني اعذروني، تعودت على جرافيكس مودرن وورفير الحقيقية والاشي. لازم نصور الفيديو بسرعة، الشمس بتغرب، فيش عندي ضوء. طبعا ناخذ حبيب القلب برضه سبكتر. شو صار؟ لا تحكي لي اخذوه مشان اللي خل تعرف هذا نابخ. صراحة مش قادر اقرر انه احسن بلاك اوبس 4 ولا مودرن وورفير. اظن لازم العب مودرن وورفير كاملة اشوفها، يعني كاملة مش بس البيتا، وبعدها اقدر اقرر. اوكي تعال اهجم علي يا غبي يا غبي يا غبي. عن جد قتلته. بس طبعا من زمان مش لعب اللعبة شباب، فجزء تشوفوش المستوى الاحترافي اللي كنتوا تشوفوه دائما. بس اوكي شايفين ليه بكره هاي اللعبة؟ في عدو هان اي سوير قتلني. اوكي هسه كيف فيها خلل، فيش فيها ام اسيست. ليش كاب اسبوعها ما تضرب بازوكا؟ عن جد اوكي ليه راحت السكين؟ فلت السكين، ما رضيش يرجع يمسكها حرفيا. السكين تستاهل وداع احسن من هيك يا شباب، السكين تستاهل وداع احسن هيك كثير. هلا هذا راح يشوفني فجاه وراح ينزعني. ما بلف هيك اخيرا. نار تعال. اوكي شايفين كل هالاشياء؟ كمان هنا كل اجى ضربات، كل ضربات اجوا هنا. اوكي جبناه كمان مره، حلو. حس حالي فاشل. حس حالي فاشل. بالمناسبة حاب احكي لكم قد ايه هذا الموسم مخيب للامال، لانه موضوع انه فيش شخصية جديدة هذا الموسم، هذا خيبة امل كبيرة. يعني اخر مرة نزل شخصية جديدة كان قبل اسبوع، مش قبل اسبوع، كان قبل وقت طويل. فأنا خاب ظني في اللعبة، فيش كونتنت جديد في اللعبة للأمانة، بس بيجيبوا لك سكن سلاح، حتى السكنات الأسلحة بطلت حلوة زي أول. فيعني هذا شو أتوقع، لأنه حياة لعبة كود في العادة بتكون سنة. خلينا نحاول نجيب. أوكي هذا الألتيميت برضه خبصوا فيه شوي، صار حرفيًا سلحفاة وهو بيمشي. آخ يا بلاك أوبس حزنتيني والله، قلبي قلبي على حبك مش أوكي متت. أوكي في عدو هان. اوكي جبت اخيرا، جبت واحد اخي. الله اكبر موت دام. جبت كل، حتى نسيت كده السكن. طلع كده هي حلوه، نسيت كده هي حلوه للامانه. دام اوكي في واحد هان، يعني مشان ولا لا. اوكي في عدو، في عدو، تعال 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 تعال. وبوم حلوه هاي، حلوه منك يا مسعود، عجبتني هالحركه حلوه. في عدو هناك، هيد شوت. حلوة يا مسعود، حلوة 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 يا مسعود حلوة. اوه بيي كلوني جبتوه بيي. حلو مسعود حلو. اوكي في عدو هنا، هذا انت. هذا هو دام. اوكي بنفاجئ. اي سوير اذا مت بدون ما اجيب ولا كل كمان مرة. اوكي جبت كلين بالشمس، بس لسه. اوه طلع ما احلاها، طلع ما احلاها اللون الازرق السماوي. اخ يا وجع قلبي، يا حياة عمري، يا غصة. لا مش غصة. اوكي خلص الجيم. اوه شيت. اوكي هذا فريق العدو مش عاجبني، كلهم مع بعض. طلعوا 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 طلعوا، كيف كلهم مع بعض هذول؟ هذول بارتي. الله يخزيكم يا رجال. اوكي مسعود محطم البارتيز لحالي هيك، مسحت ثلاثة ورا بعض.
يلا يا فريق يلا، حطمت لكم الفورميشن تبعهم، اعملوا شيء. مشان الله عن جد دائما في واحد معهم. وين تحاول جاي تقتل صاحبي يا غلام؟ هاو دير يو، هاو دير يو. اخ من وراي. او شت. اوكي في عدو هان. طلع. حلو. حلو. تعرف احرمي هاي. اوكي في حد وراي. موت يا كلب. انت خلص صعب اخترتك. او شت. اوش طلع مزاني في سكينتي، بدي بس عدو، اعطوني عدو بسرعه. هاي واحد، بدي كمان واحد بسرعه. اوكي في واحد وراي صح؟ يب. تعال علي اذا انت رجال تعرف. اوكي اوكي يا الله كنت راح اوصل كيدي. اوكي كنت راح اوصل واحد بس. اوكي اوكي بدي لازم اعمل سبام. ليش اعمل ايه وانا بقدر اعمل سبام؟ اوكي هاي كانت شانس 100%. اوكي مش عارف تحسن ايمي. واو مثلا شايفين هاي هاي هاي. حلو جبنا كيل اخيرا. وات هلا. اوكي بطل في عدو هان، في عدو هان. اوكي جاهزين 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 جاهزين. يا الله انا راح اوكي واو صاحبي انقذني. انا راح اعترف هذا افشل وداع في التاريخ لاي سلاح ممكن. هذا السلاح بيستاهل وداع احسن من هيك بكثير، بس للاسف انا الوحيد اللي عن جد ممكن يودعه. مسعود او مش مسعود ما يابا. اوكي فزنا ويب. هذا هو كان وداعي لهي السكين، لانه المستوى ضايل جزء اسبوعين وتنزل اللعبه اقل بجزء حتى. وبعدها هاي السكين راح تودعنا، هاي السكين، هاي السكين وهاي وهاي. يب ما اتوقعش راح يكون في سكاكين في لعبة مودرن وورفير، فهذا كان وداعي لهم على كل اللي سووا لي اياه. وبس هيك وصلنا المقطع، ان شاء الله المقطع عجبكم حطوا لايك وشير وسبسكرايب. كان معكم ايوه، سلام عليكم.